تعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي. أستاذ نظير، بداية مرحبا بكم. الأمم المتحدة تقول إن الموصل بحاجة إلى جيل كامل لإعادة إعمارها، كيف تفسر ذلك؟ عفوا هناك مشكلة في الصوت أستاذ نظير، تسمعني؟ الآن الصوت جيد. هل صحيح أن الموصل بحاجة إلى جيل كامل من أجل إعمارها كما تقول الأمم المتحدة؟ يعني حقيقة هذا وصف ربما يكون بالرغم من وصف حزين ومأساوي، لكن يعني في رأيي أنه لا يرتقي إلى وصف الحالة الحقيقية للمأساة التي في مدينة الموصل. نعم. إذا اعتبرنا الجيل يعني يقدر بين 35 إلى 35 سنة، فلا أظن أن هذه الفترة كافية لإعمار مدينة الموصل على الوتيرة التي تقوم بها الحكومة العراقية. الحكومة العراقية حاليا هي لا تقوم بأي جهد في هذا المجال، وكان يعني قبل فترة سنة الأصوات تتعالى من قبل المسؤولين الحكوميين على موضوع إعمار الموصل وكل المناطق المنكوبة فقط لاستجداء الدول العالمية للتبرع إلى الحكومة العراقية، وبعد أن يعني لم تكن استجابة الدول العالم بالمستوى الذي كان يتوقعه المسؤولون، الآن لا تجد أي مسؤول حكومي يتكلم في موضوع إعمار الموصل، وبالتالي معناه يعني الموصل والباقي المناطق أصبحت موضوع إعمارها طي النسيان، وكل المسؤولين الآن مشغولين في ضمان مناصبهم وتوزيع المغانم الحكومية، وهذا هو الشغل الشاغل حاليا لهم. والمواطنين يعني سواء في الموصل وباقي المناطق يعني يعانون المعاناة الشديدة ولا منقذ لهم يعني في هذه الأحوال. هذه المدة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها بحاجة إلى جيل كامل، هل هذا يتفق مع ما يجري لدى الحكومة من استغلال للمال العام؟ البعض يقول بأن هناك استغلال من قبل الحكومة لهذه التصريحات من أجل يعني إحداث فساد أكثر تحت يافطة الموصل. هذا الكلام صحيح، يعني حقيقة موارد الدولة يتم صرفها في يعني أمور ربما مشاريع وهمية وعمليات الفساد يعني منتشرة بشكل واسع في العراق، بحيث أنه هو يحتل المراتب يعني السفلى من سلم موضوع الشفافية على مستوى العالم. ويعني الموضوع الذي كان يستغله الحكومة في إعادة الإعمار من أجل استجداء يعني المعونات الدولية، يعني الآن ربما سيكون بابا يعني جديدا للفساد. كلنا نعلم كيف أن الأموال التي خصصت لتعويضات بعض العوائل العراقية تم يعني سرقتها وانتشرت فيها عمليات فساد، ولم يصل للمواطن العراقي المنكوب شيء يذكر يستطيع ان يستعيد حياته من جديد. يعني المعاناة سوف تكون مستمرة في هذا المجال. هل لهذا التقصير او التعمد الحكومي تبعات من وجهة نظرك في المستقبل؟ يعني بالتأكيد هو يعني يهيئ لربما ثورة اخرى او انتفاضة اخرى. يعني كيف تعتقد أن المواطن العراقي سيتلقى هذا الإهمال الحكومي لأسباب حياته؟ بالتأكيد سيكون يعني يكون في قلبه حقد على مثل هكذا منظومة سياسية، وموضوع الاستقرار سوف لن يكون هذا واقع حال في العراق. كل هذه الأساليب هي التي تؤدي إلى الإخلال بالأمن، هي التي تؤدي إلى الثورة. المواطن الذي لا يستطيع ان يجد اسباب الحياه في وطنه كيف يستطيع ان يعيش؟ هل يعني يدفعون للهجره الى خارج البلد؟ هذا الامور كلها سوف لا تسهم في موضوع الاستقرار للبلد، وبالعكس سوف تؤجج وتجعل الظروف مواتيه لانتشار يعني التطرف وانتشار الارهاب، وهي الحكومه بيدها تدفع لهذا الاتجاه.
هناك أعداد ضخمة من النازحين من الموصل، يعني لا يزالون يعيشون أوضاعا مأساوية. ما الحلول من وجهة نظرك لإنهاء مأساتهم؟ يعني كل الحلول التي يمكن أن تطرح في هذا المجال هي ستكون بلا جدوى في ظل مثل هكذا نظام سياسي حاكم في البلد. يعني مهما كانت الخطط ومهما كانت الأساليب التي ممكن أن يختصر هذا الزمن الطويل لإعادة الإعمار، سوف لن تجد يعني آذان صاغية من الحكومة العراقية. بل إن أحد الأسباب التي جعلت الحكومات يعني في دول العالم لا تعطي منح لإعادة الإعمار بسبب أن الحكومة العراقية اشترطت أن تكون مشاريع الإعمار عن طريقها، يعني هي من تنفذ مشاريع الإعمار، وبالتالي الحكومات العالم كل تعرف أن هذه الحكومة العراقية غير نزيهة، وهذه الأموال ستذهب هدر إلى يعني أبواب الفساد المتعددة، وعمليات الإعمار سوف لن يكون لها جدوى. هذا يعني هو من ناحية يكون هو تقصير حكومي، ومن ناحية أخرى هو له بعد آخر، بعد أقرب ما يكون إلى بعد طائفي، وهذا حتى ما يعني يتفق مع نسبة محافظة نينوى من الموازنة، لا تكاد تكون يعني لا غير مجدية ولا يمكن إعادة فيها ولو جزء بسيط من إعادة الإعمار، بل هي لا تكفي إلى يعني تعويض العوائل. كيف بإدارة محافظة كاملة؟ يعني هي أقرب إلى الـ يعني مهدمة منكوبة. الأمر يعني في غاية الصعوبة. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي.